عجبتني محطتنا التالية زينب، لكل سيدة أو ربة منزل أو حتى رجال ممكن تستحوذ على اهتمامهم. رح نتعرف أكيد على كيفية صناعة الصابون ضمن المنزل مع الكيميائية والحرفية في مجال صناعة الصابون. أريج علي، سعد صباحك أريج. أهلا وسهلا، صباح الخيرات. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أريج، وأهلا وسهلا فيك. يعني دايما تجيبي لنا صابون وبنحكي عن كل يمكن منتج بتعمليه، شو فوائده ومن شو مصنوع. اليوم بدنا نحكي عن صناعة الصابون بالمنزل. أول شيء خلينا قبل ما نحكي نتعرف على مزايا الصابون وكيف ست البيت فيها أنه يكون عندها، بظل هلا يمكن شوي الوضع الاقتصادي، فيها تدبر أمورها بإعادة التدوير وصنع هي المادة المنظفة الأساسية بالبيت. فخلينا نتعرف على مزايا الصابون أول شيء. تماما، هذا محور الحلقة اليوم اللي هو بسبب الأوضاع الاقتصادية. بصراحة أنا آخر فترة كنت متحفظة شوي على المقابلات التلفزيونية بسبب الوضع المعيشي الصعب اللي عم تمر فيه كل عائلة سورية انطلاقا مننا وانتهاء بكل بيت سوري. بس قلت اليوم أنه لا، نحن واجبنا كسوريين أولا، وثانيا كحرفيين وشيوخ كار، وأنا كمدربة بحاضنة الدمر الثقافية للحرف التراثية، هالحاضنة اللي شملت كل الحرف التراثية السورية اللي حافظت على هوية سوريا الثقافية والتراثية اللي تنقلتها الأجيال عبر مئات السنين وظلت محافظة على لقمة عيش الكريمة للمواطن السوري واليد العامل السورية السوري اللي ما بيعرف الاستسلام، وأكيد بعد الصبر ما في إلا الفرج. فمهمتي اليوم أني أنا أعلم العالم كيف ممكن بالبيت يصنعوا صابون منزلي، على الأقل صابون مغسلة. على فكرة أنا من قبل يعني ما يكون في أي ظروف صعبة أو أي شيء، أنا مع يعني ماشي مع حملة العودة للطبيعة وصناعة أي شيء بنستخدمه بالمنزل بدون ما نضطر نشتري شيء من السوبر ماركت، لأنه الصابون التجاري بيحتوي على العطور كتير، بيحتوي على SLS سلفات بتسحب الزيوت الطبيعية من البشرة، بالتالي بتسلب الرطوبة للبشرة، بيحتوي على مواد كيميائية نحن بغنى عنها سواء كنا أشخاص أصحاء أو أشخاص لا سمح الله في ضعف بمناعتنا. فنحن ممكن نستغني عن هدول الأضرار بزيادة، نصنع شيء طبيعي وصحي ببيتنا. ولما بلشت أنا هاي الشغلة، لما بلشت أعمل صابون طبيعي لإلي بالبيت، من هون انطلقت بفكرة أني بلش بهذا المشروع ويكون هاد حرفة وعمل. فهاي الفكرة اللي رح نعطيها اليوم لست البيت ممكن أنها هي تنطلق فيها بعدين بمشروع وتحب كتير الشغل. لهيك اليوم رح أعطيها شيء كتير بيزك أساسي وما كتير بيتطلب جهد أبداً. الزيت المستخدم بالمطبخ، لا تتفاجئوا، الزيت المستخدم زيت القلي، ممكن انه نحن ما نكبه اساسا، هذا ممكن نجمعه بس بشرط اكيد نصفيه مره ومرتين، ويفضل نصفيه حتى لو مستخدمته ست البيت. آلية فيه ومستخدم، لا تكبه بالمصرف. هي ما راح تكبه، صار غالي لانه كثير هو كل شيء صار غالي، فلا تكبه، تصفيه مرتين وتخبيه بمطربة لحتى يجمعوا قنينة كاملة. طبعا. هاي القنينة الكاملة يعني بساعتها هيك بتكون شي 915 جرام، لحتى نعبيها على الأخير بتكون شي 940 جرام، تجمع قنينة كاملة، أوكي؟ وبعدين هاي الشغلة الثانية اللي هي القطرونة. هو أي صابون نستخدمه بيكون مكون من ثلاث شغلات، اللي هي المي، القطرونة اللي هي الصودا الكاوية NaOH مع الزيوت. أريج، الصودا الكاوية هي اللي بتعمل عملية التعقيم؟ لا، مو هي اللي بتعمل عملية التعقيم، هي بتعمل عملية تصبين الزيوت، يعني بتصبن الزيت، وبعدين القلوية تبع الزيت والرغوة اللي القلوية تبع الصابون والرغوة اللي بينتجها هي اللي بتسحب الزيوت والأوساخ من ايدينا وبتنظفها. مو بس من ايدينا، هذا الصابون فيها تستخدمه بالغسيل، فيها تستخدمه بالجلي، فيها تستخدمه باي شيء، وطبيعي 100% تماما. نعم اكيد. هلا انا الصابون اللي بعمله حضرتكم شفتوه بحلقات سابقه عده، هو مصنوع من زيت الزيتون الدرجه الاولى اللي هو مخصص للبشره وللشعر، اما الصابون اللي اليوم رح نحكي عنه هو مخصص للايدين للمغسله. فهي هي الماده اللي بدنا نروح نشتريها من عند العطار، هي كثير يعني خطيرة شوي، مو كتير خطيرة شوي، هي ما بعرف إذا الكاميرا جابتها، هي القطرونة قشور الصودا الكاوية، بدنا نجيبها من عند العطار أو من عند أي محل ببيع مواد كيميائية. المبدأ الأول شيء، الكمية المبدئية اللي بدها تروح تشتريها فيها تروح تشتري 125 جرام فقط مشان ما يكون في خسارة، يعني نحن عم نجرب هي التجربة.
125 جرام بتتحجز له باي حجه للبياع المواد الكيميائيه، بحجه انه بده اياها لفتح البلاليع، بحجه انه بده اياها لاي شيء ثاني، المهم تجيب 125 جرام قطرونه وتجيب من عنده نفسه مثلا عطر الليمون، اي عطر عنده، عطر الليمون، عطر التفاح، اي شيء ريحه حلوه ممكن تنضاف للصابون. وتستخدم زيت بمقدار هذه القنينه. بعدين بتجيب، شايفين هذا الكوب المي؟ هذا الكوب كبير بيساح حوالي 350 جرام مي، بس مو كل ستات البيوت عندهم ميزان، لسبب انا رح احكي لها بالمقدار. الشيء اللي لازم توزنه هو القطرونه، بتجيبه من عند العطار موزون خالص. اما هي المي من عندها بتعبي كوب المي الكبير، مو كاسه المي العاديه اللي بتكون 200 جرام، هذا الكوب الكبير بيساع 350 جرام. هو اللي بيكفي لتصبين هي الكميه من الزيوت. بنخلط اول شيء، بنحط المي بوعاء، اهم شيء ما لازم نقربه على ولا شيء المنيوم، لازم يكون كل شيء ستانلس ستيل او بلاستيك قوي. ما بصير ابدا يكون في اطفال حوالينا، ولازم يكون لابسين كفوف لانه هي الماده شوي خطيره، بحيث اذا طايرت على الوجه لا سمح الله ممكن انه تحرق او ابخرتها ممكن شوي تاذي. فنحن نحاول اذا ما عندك كمامه بالبيت، وهلا كل البيوت عندهم كمامات، اذا ما عندك بس غطي وجهك باي شيء وحطي، ضيفي ال 125 جرام على الوعاء البلاستيك او الستانلس ستيل اللي بيحتوي على كوب كامل من المي. نخلطهم ونحركهم بمعلقه خشبيه عن بعد بحيث يذوبوا كلياتهم، بعدين نتركهم لحتى يبردوا بدرجه حراره الغرفه. بعدين بنكون حاطين بوعاء اكبر هذا الزيت المستخدم اللي هو قنينه كامله، بنحطهم بعدين بس يبرد القطرونه مع المي، هو بس ينتج اول شيء بيكون بدرجه حرارته كثير عاليه، فلهيك نتركه لحتى يبرد تماما، بعدين بنضيف المي المضاف لها قطرونه على هي الزيوت وبنحركهم، بنضل نحركهم. اذا ما عندك مثل هذا البلندر، هذا البلندر منين بتجيبه؟ يعني هو متوفر تقريبا بكل البيوت، بس هو للطبخ ولشوربه العدس ولهدول القصص خلاص. بس في حال ما كان متوفر عندك، اكيد يعني نحن قادرين نعمل الصابون، هو بيسرع العمليه. هذا البلندر فيك تخلطي، اول شيء بتخلطي بالمعلقه كثير منيح لحتى يصير القوام، يعني يتغير لون الزيت الشفاف من الزيت الشفاف لحتى يصير لونه ابيض مضاف له القطرونه مع المي. بنحركهم شوي مع بعض، وبنكون كمان حاطين، هي نسيت اقولها، معلقه ملح على المي ومعلقه سكر. الملح بيساهم بتصلب الصابون والسكر بيزيد شوي من الرغوه، فهدول اذا معلقه ملح معلقه سكر بالاضافه ل 125 جرام بالاضافه ل 350 جرام مي او كوب كبير مي، وما تكتروا مي لانه بتفرط الصابونه او انه بتطلع لينه. فبالتالي لما بنخلطهم مع بعض اول شيء لحتى يتماسكوا شوي، اذا كان عندك بلندر بتكوني حليتي كل المشكله. بنخلطهم لحتى يصيروا قوامهم مثل شوربه العدس السميكه كثير، وبعدين دغري نصبهم بقالب. عندك درج فاضي، عندك علبه احذيه فاضيه، عندك كرتونه فاضيه، عندك اي شيء صبيهم، بس بيكوني حاطتي تحته كيس مشان يسهل انك ثاني يوم تفضي الصابون منه وتقطعيه. اذا بنخلط المي مع القطرونه مع الزيوت، وبنخلطهم لحتى يصيروا مثل شوربه العدس. لما بتكون الحركه بايديكي بتطول شيء نص ساعه. تمام. بتضل عم تحرك لتذوب. اي تمام، يعني فيك تتركيه وترجعي عليه بعد خمس دقائق، ترجعي تحركي شوي تتركيه. اما لما بيكون في بلندر القصه كلها بتخلص بخمس دقائق. اخر شيء حطي العطر الاسانس اللي انت حطيتيه، الليمون مثلا، لحتى يعطي ريحه حلوه على الصابون، بعدين صبيه بالقالب العلبه، وهيك بيكون يعني بتتركيه لثاني يوم بعد 24 ساعة بتطلعيه من القالب وبتقطعيه قطع وبتستخدميه على المغسلة، وبيكون ممتاز وموفر جدا. هاي الكمية بتطلع لك كيلو ونص صابون، يعني عدد هائل من القطع اللي ممكن انك تستخدميها. كثير حلوة هيدي الجملة، لأنه هلا كل مشاهدينا بيقولوا انه انا احنا بدنا نشتري زيت ونصنع صابون، بس بما انه هيدي الكمية القليلة بتعمل كيلو ونص، فهي ست البيت وفرت على حالها شراء صابون. حتى الصابون سعر غالي، لو كان يعني طبعاً شو ما كان، لو حتى كان ضمن يعني اهم العلامات التجارية، حتى لو قالوا لك انه هو مضاد للبكتيريا، مستحيل شيء يضاهي الصابون المصنوع بالمنزل، لانه هذه الطريقه ما بتسحب الجليسيرين من الصابونه. لما نحن بنخلط المي مع القطرونه مع الزيوت بتشكل عندنا شغلتين، اللي هن عجينه الصابون مع الجليسيرين. طالما انت عم تعمليهم بالطريقه البارده بالبيت، الجليسيرين بضل موجود مع عجينه الصابون، ما بينفصل عنه.
الصابونة اللي بتنتج كثير خفيفة رطوبة وما بتخشن الإيدين، بينما بالمعامل لحتى يربحوا أكثر بيجيبوا الزيوت اللي هي عادة زيت النخيل، بيصبنوه على الطريقة الساخنة جدا، بالتالي بتنفصل الجليسيرين بينفصل عن عجينة الصابون، بياخذوا عجينة الصابون ببيعوها لحالها اوكي، بعدين بتاخذها المعامل وبتذوبها وبتحط لها عطور وبتحط لها سلفات لتزيد الرغوه وبتحط لها شغلات كيميائيه وبياخذوا الجليسيرين لحاله وبيبيعوه. فنحن هون لما بنعمل طريقه الزيت بالبيت ما بنكون عم نخسر الجليسيرين اللي هو بيرطب الجسم وبيرطب الجلد، وبنكون عم نعمل شيء طبيعي لصحه الاولاد ولصحه العائله كلها. نعم أريج، يعني بدقائق كتير بسيطة حكينا عن كيفية صناعة الصابون المنزلي بأقل التكاليف وبأشياء يمكن موجودة بالمنزل عند كل ست بيت. بنتمنى يكونوا استفادوا منها كل اللي شافونا. بنشكرك على هالطريقة يمكن العملية خلينا نقول. طبعا. شكرا لوجودك معنا أريج. أهلا وسهلا. ميرسي أريج، شكرا لك. أيضا إن شاء الله هيك ستات البيوت يقدروا هيك إنه ياخذوا فكرة عن صناعة الصابون، ويمكن مرة على مرة بيصيروا أسرع وبيقدروا يعملوا كميات كبيرة. صح. من أول مرة رح يبين معاهم أنه كتير رح تعجبهم القصة، وتاني مرة رح يصيروا يعملوا شغلات تانية وإضافات أكثر. أكيد. ممكن يصيروا يضيفوا قهوة، ممكن يصيروا يضيفوا حليب، ممكن يصيروا يضيفوا شغلات تتفنن بقى. تتفنن طبعا. أكيد. شكرا لك مرة تانية.